ما فيش كوره ولا ما فيش فرصه وما فيش حاجه، ما فيش اي حاجه. انا كنت بلعب كوره وامي كانت بتجري ورايا، كانت بتقول لي ما تلعبش كوره. كنت عندي شنطه والمصحف الكتب، كنت احط في الدكان الكوره، كنت احطها في الشنطه، كانت تقول لي سيب كوره، خلي كوره، شوف شغلك واشتغل وهات فلوس. كانت تقول لي كده، هي ما كانت ما مش ما فيش حد بيساعدها، وانا برضو دلوقتي ما فيش حد بيساعدني. احنا كنا بنلعب كرة يوم السبت كل يوم، كنا بنلعب على الفلوس. احنا كسبنا وكان 300 جنيه، اشترينا المانجا، كوكا، وكيك، وعيش. الكرة كنت اعملها في الشنطة بتاعتي. عملنا 5 ايام في الطريق، وخلصنا الاكل بتاعنا في اليومين. دخلت اثيوبيا، كنت اهرب من كامب، وكنت بلعب كرة وكنت برجع بالمساء. ما كنتش بنام لو فكرت عن عمري. هم السماسرة قلت لهم انا عاوز اروح السودان، هم قالوا لي لازم تدفع 1500 دولار، انت صغير، انت لو جبت 3 انفار انا هاخدك مش مشكلة. واشتغلت 3 اسابيع كنت بلعب في الكورة في الشغل. المدير بتاعنا شافتني بالكاميرا، هي مشاتني من الشغل، برضه فكرت هاجي هنا بمصر. عاوز عدون بزح ولي ليه زي كنت كون هادي الآن عاوز خون غيدي حجي حقات عمي زي عد الرخيبة زي عد المكسب حجي كيد وكس كيد اللخو زي خاب دسمع أنا زي حق زيني بالله صدراي موتات يوم أنا تلير اللخو بيني عاوز عدي يا حواتير ما خابي زنوسيهم كل خابي متبعي انا يوم من الايام هكون في البطوله معايا منتخب، مش عايز اكون مع اريتريا.